السلام عليكم ورحمة الله، معكم مهندس محمد الرمحي من موقع zwords.net. بنكمل معاكم الدرس الثالث بخصوص تصميم ديكور مطعم بروست ووجبات سريعة. طيب، أنا غيرت بعض الأمور بالتفاصيل بالتصميم بالنسبة للدرس الثاني، غيرنا الواجهة للون الأصفر واستخدمنا اللون الشينكو. الآن إحنا سوينا تصميم اللوجو بالفوتوشوب، واستخرجنا على اللوجو. نعمل طريقة استخراج اللوجو، بيكون تعمل سيلكت اول لللوجو على لير، تعمل أول شيء ميرج لكل اللايرز، بعدها بتعمل سيلكت اول، بتروح على باث تعمل مارك وذ make work path from selection، وبعدها بتعمل export path to illustrator. بتروح بعدها على ال 3D Max، بتعمل import، بتعمل select للملف ال illustrator اللي انت استخرجته. تمام، راح يجي معاك ملف اللوجو. طبعا هنا معمول انيبل، نحن ممكن نلغيها كلها. بس طيب، هذا هو ملف اللوجو اللي استخرجناه من 3D من الفوتوشوب. نعمل له بيفل، نركب اللوجو على اللوحة. طبعا احنا نحتاج انه نستخرج التكستشر او الماتيريال، فاذا نحن بنروح على الماتيريال، انا ممكن اختار الماتيريال تكون اللي هي ستاندرد مش فيري، على اساس استفيد من اللايتينج. طبعا اللوجو لازم يكون مضاء. طبعا احنا بعد ما ننتهي من اللوجو بنعمل كروب، نعمل محل السلكشن اللي اخترناه على كافة الحواف، ونعمل سيف از جي بي جي للوجو، على أساس نقدر نستخرج اللوجو أو نستخدم الماتيريال في اللوجو. طيب، الآن نفتح ملف جديد، نروح للملف الجي بي جي اللي استخرجناه. تمام، نعمل بيست أو يعني نحط اللوجو، نعمل يو في ماب، راح يظهر معانا اللوجو. ممتاز جدا. طيب، عادة طبعا هو بيكون مضاء، فنحن ممكن نعمل سيلف إليمينيشن، ممكن نحطها 20 كده. تمام، عادة اللوجو الأحرف البارزة الزينكور بتكون خلفها سماكة، نحن ممكن نخليها السماكة تكون لون أسود على أساس يكون مطابق للواقع. تمام، لاحظ هنا اللون ما هو أسود اللي جاي على الرصاصة، فنحن ممكن نخليه أسود كاتم بالضبط. طيب، أنا بالنسبة لكلمة البروست وبطاطس طلعت باللون الأسود، ما هي واضحة، فأنا بقترح إن إحنا ممكن نغيرها. كمان أنا بقترح إنه يكون كل كلمة لحال، يعني كلمة chicken لحال، وكلمة barn لحال، على أساس أقدر أستفيد من كل كلمة لحال. بعدين إذا مثلا بحط على الكاونتر أو بحط على الجدار، ممكن أحط على الجدار بس الإنجليش بدون العربي، فهالأمور كلها بتفرق معي. طبعا أنا عم برجع بعمل دي أتاتش للأحرف البارزة اللي بالخلف للسميكة، على أساس تكون واضحة. تمام، طيب أنا الآن محتاج إني أسوي لون أبيض سادة لكلمة البروست. لاحظ كيف الآن الفرق أفضل بكتير. ممتاز. طيب، فإذا نحن الآن
اعمل سيلكت نرجع الكلمة على الشنك ورا. عندنا الآن النوب نفسه استخدمناه هنا. عندك كلمة شكل الخلف وكلمة قوارب كمان بالخلف. طبعا اللوجو جاي صغير، نحن ممكن نكبر اللوجو أكثر من كذا بحيث نستفيد من المساحات. طيب نحن بنحاول نكبر اللوجو واللوحة أكثر عشان اللوجو يطلع متناسق. طيب ممتاز، طلعنا اللوحة ممتاز. الآن نحاول نحط اللوجو على الستاير. نفتح ملف الستاير، نروح الفوتوشوب، طيب الآن نرجع نفتح ملف ناخد فيه الستاير. نحط عليه اللوجو. هذه بعض اللوجوهات اللي أنا اشتغلت عليها. ممكن كمان نعمل اللوجو يكون كفكرة، ممكن أشوفه في الطاولة، ممكن نسميه يعني زي كده نفرغ. لا مخلي ما في مشكلة،
دائما نسميه سموميز، نرجع لملف الستاير، نحط اللوجو، نفتح، ممتاز. عندنا اللوحة الجانبية، ممكن نخليها باللون الأصفر برضو، الإطار نفس الشيء، أو ممكن نخليه باللون الأسود، ممكن يجي أفضل كمان اللون الأسود على الخارج. والله ما عجبني صراحة، أشوف له حل. طيب نحن ممكن نلغيها تماما مع الحضارة. طيب وهذه فائدة التصميم، إنك أنت بتشوف الأمور قبل ما تبدأ تنفيذ إذا هي مناسبة أو غير مناسبة. نحن عندنا الإضاءة الآن، أنا بضبط الإضاءة عشان الرندر. مبدئيا كل شيء تمام في التصميم، خلينا نحذف الملفات اللي نحن مستفيدين منها عشان نقلل البوليز الموجودة في التصميم. مبدئيا هذه الأمور كلها نحن انتهينا منها. شاشة التلفزيون فوق نحن ممكن نستفيد منها، ما فيها مشكلة. هذه الملفات كلها انتهينا منها، بالإضافة للماتيريال كلها انتهينا منها. عندنا ممكن إحنا الآن نوزع الإضاءة في المحل عشان نبدأ بعملية الريندر. طبعا إحنا بيضل عندنا الجدران يحتاج لها لمسات، أنا الآن ممكن أشتغل على الجدران، بس مبدئيا أنا ممكن أوزع الإضاءة. طبعا الإضاءة بالنسبة للدور الأرضي هتكون عندنا هذا الحد تبع الميزان، هذا الحد تبع. طيب ممتاز. أنا بحط إذا فيزيكال فيري فيزيكال لايتنج
الإضاءة للدور الثاني نفس الطريقة. طبعا عندنا جلسات خارجية، أنا نسيت موضوعها. نحن ممكن نستخدم جلسات خارجية برضه. طيب ممكن نحط طاولتين، 4 كراسي، يعني طاولة 4 كراسي، طاولة يمين وطاولة يسار. ممتاز. طيب الآن بضل عندنا موضوع الجدران، نسوي ديكور الجدران نفسها. عندنا الاستيكرات هنا، وعندنا هذا الشنكو اللي هنا. أنا بقترح هذا الشنكو ممكن يكون أصفر. وعندنا فكرة هنا أو رسمة، فإذا نرجع معاكم خلينا نبدأ واحدة واحدة. احنا تقريبا الديكور صار جاهز كامل، نجهز الآن مرحلة الريندر الكاميرا. مرحلة الكاميرا نفتح V-Ray، أو عفوا نفتح ستاندرد فيزيكال كاميرا.
طيب حط الباك جراوند على أساس تعطينا شوية reflection. طبعا كنا بنعدل الخدمة في الشغل إن شاء الله.
طيب الآن نصحح الأغلاط اللي كانت موجودة. طيب أنا الآن بس راح أغير اللون الدربزين إلى الأصفر. نسوي كمان هنا زي الوزرة السيكلو. هذه الديتيلز بتعمل فرق كتير كبير بالتصميم. تعطي واقعية أكثر. ممكن نضيف كلمة هنا
مثلا يور فرايز أو حاجة. ممكن نكتب فريش امبري داي مثلا، ممكن نعملها بند. نعم طيب،